إذن اليوم إحنا إن شاء الله بدنا نحل الإجزام الثاني بموضوع Design of Tension Member. المرة الماضية تعلمنا كيف نعمل ديزاين للبليت، وحكينا البليت لها خصوصية إنه ما إلها جداول، لكن في limitation على الويدث والثيكنس من خلال المضاعفات لقيمة معينة. اليوم إن شاء الله بدنا نشوف كيف نتعامل مع الأنجل الإجزام الموجود معنا هذا من الكتاب. Select an unequal leg، حدد لي انه بده تكون الانجل unequal. Tension member، اعطاني اللينث للتنشن member. فاذا لو اجينا نرتب المعطيات، عندي unequal leg، حكالي tension member 15 feet long، فاللينث للتنشن member 15 قدم. To resist service dead load، فحكينا dead load service الأحمال التشغيلية الميتة كانت قيمتها 35 كب، الأحمال التشغيلية الحية كانت قيمتها 70 كب. حكالي أستخدم steel A36، فأنا خلص صرت عارف إنه قيمة FY إلو 36 KSI، وصرت عارف كمان قيمة إنه FU إلو 58 KSI. The connection is shown in the figure 3.25. مفرجيني ال connection، معطيني diameter للبوليت قيمته 3/4 الانش عشان اطلع منه diameter للهول. وبرضو انا شايف انه في عندي 4 bullets air line، عدد البراغي 4. اذا بلاحظ انه ما اعطاني length of connection، ما اعطاني هاي ال L not given. فبالتالي انا لما بدي اجي احسب الـ effective area، الـ U احنا بنعرف انها اما alternative value للانجل، في عندي alternative values، وفي عندنا الـ equation. الـ equation كانت U بتساوي 1 ناقص X bar على L. ماشي، انا من التابل اي section بختاره بقدر اطلع X bar، لكن الـ L length of connection هون الـ small مش موجودة عندي، الأصل يحدد لي إياها على السكشن، فبالتالي أنا ما بقدر أستخدم الإكويجن، فقط بدي أشتغل على الألترناتيف فاليوز. هذا بالنسبة للمعطيات. طريقة الحل، إحنا اتفقنا إنه في عنا ثلاث معادلات لازم نحققهم. المعادلة الأولى بتخص الأريا جروس، المعادلة الثانية بتخص الأريا إفكتيف، والمعادلة الثالثة بتخص الراديوس أوف جيريشن. عشان نقدر نطبق بالمعادلة الأولى والثانية، بلاحظ إني أنا بحاجة الفاكتور لود. فأول خطوة كانت عنا واحد إنه نطلع الفاكتور لود. حكيت لكم أنا الكتاب ما بشيك إذا كانت الديد لود أقل من 8 أضعاف اللايف لود، لكن أنا بفضل إنه إحنا دائما نشيك. ففي بي يو أكبر أو تساوي 1.4 dead، 1.2 dead زائد 1.6 life. قيمة الـ dead عندنا 35، 1.4 في 35 على الكالكوليتر هاي بتعطينا 49. والمعادلة الثانية 1.2 في 35 زائد 1.6 في 70 تعطينا 154 كب. نختار ايش؟ الأكبر بالضبط. فالفاكتور لود عندي اللي هي 154 كب. فإذا هسا أنا بدي أجي على معادلات الديزاين. إذا أول إيش خطوة بنطلع الفاكتور لود. الخطوة الثانية بدنا ديزاين إيكويشنز اللي هم ثلاث معادلات. نجي نكتبهم احنا هون بطريقتنا design equation area gross required اكبر او تساوي bu على phi fy، هاي المعادلة الاولى. المعادلة الثانية area effective required اكبر او تساوي bu على phi fu، وال radius of gyration minimum اكبر او يساوي l على 300. فهذول الثلاث معدلات لازم يتحققوا بالتزامن، يعني ما بينفع احقق شرط وشرطين ما يتحققوا، او احقق شرطين والشرط الثالث ما يتحققوا، لازم الثلاث شروط تتحقق لنفس السكشن عشان اعتمدوا بالديزاين. فاذا area gross required اكبر او تساوي بي يو 154 كب على الفاي بحاله area gross 0.9، الاف واي احنا طلعناها حكينا ستيل A36 فحتكون 36.
فبتطلع معنا الـ area gross required أكبر أو تساوي زي ما إحنا ملاحظين هون أكبر أو تساوي 74 إنش سكوير. فأي مقطع 74 فأكبر لازم أستخدم، يعني ما بيصير أستخدم مقطع أقل من 74. بجي على المعادلة الثانية الـ area effective required أكبر أو تساوي 154. إحنا عارفين إنه الـ stresses KSI، فالـ KSI يعني كب على إنش سكوير، فبصير 1 على 1 على إنش سكوير، فبصير إنش سكوير الوحدة للـ area. فما في تحويل، يعني هذا الحلو بالموضوع. 75% ضرب الـ FU اللي هي 58، فبتطلع معنا الـ area effective required أكبر أو تساوي 3.54 إنش سكوير. هاي المتطلب الثاني للمقطع إنه يحققه. بنجي على المتطلب الأخير radius of gyration R minimum أكبر أو تساوي length على 300. بدي أنتبه إنه بالسؤال أعطاني length بوحدة إيش؟ فيت، وانا الار والار لازم تكون بوحده شو؟ انش، فلازم احولها. عمليه التحويل اني ايش اضرب؟ ب 12، فبتطلع معنا ار مينيمم اكبر او تساوي 0.6 انش. فانا لازم احقق هاي المتطلبات الثلاث، الاريا جروس، الاريا افكتيف، والار مينيمم. لما اروح على التيبل، نعم، بصير. طيب هسا بدنا نروح على جداول الانجل اطلع مقاطع تتحقق فيها هاي الشروط. لما افوت على المقاطع ما في عندي بالجدول area effective، الموجودات عندي area gross. لما نروح على تيبل هسا الخطوة الثالثة بدنا نروح على الانجل angles table. لما نروح على الجدول انا في عندي خانة area gross المساحة الاجمالية، وفي عندي خانة rx، وخانة ry، وخانة rz. هسا الاصل اني انا اقارنها مع الاقل بين القيم الثلاث لل radius of gyration على الثلاث محاور، يعني على محور x وعلى محور y وعلى محور z. وحلاحظ دائما حيكون يعني على الأغلب الكنترولينج المحور الزد. فإذا أنا بالتابل هسا بدي أروح، ما في عندي الـ R effective مش موجودة بالجداول، موجود عندنا الـ area gross إحنا حكينا هي خصائص المقطع، موجود عندنا المساحة الإجمالية، موجود الـ radius of gyration على الـ X axis اللي هو الـ strong axis، وفي عندي على الـ weak axis، وفي عندي اللي هو الـ Y، وفي عندي على الـ Z. فأنا بدي أشوفها بالـ 3D، يعني بدي أقارن بالـ 3D، مش إنه بدي على الـ plan X و Y، لا، بدي أقارن للـ X ولل Y ولل Z. فأنت أنا بفضل عشان ما نلخبط إنه عملية الحل تتم من خلال يعني تلخيصك لخصائص المقطع اللي أنت بتختاره، تحطها جدول قدامك عشان ما تلخبط. يعني بمعنى تيجي تعمل جدول تكتب اسم المقطع، تحط الـ area gross قديش أخذتها، الـ RX، RY، RZ، وبتحسب الاريا افكتيف، وبتجي بتقارن بين المقاطع بتشوف مين الاخف وزن. بحالة الانجل كل ما كانت الاريا جروس اقل شو معناته الوزن حيكون؟ اقل، الوزن حيكون اقل. فهسا بنشوف عملية الاختيار اللي امبارح صار في عنا لبس فيها. فاذا هسا بدي اروح على التابل، بدي أشوف إنه تكون الـ area gross أكبر أو تساوي كم حكيت أنا امبارح، لأنه طلعت 74 إنش سكوير، وبنفس الوقت أقل قيمة بين هذول الثلاث تكون أكبر أو تساوي 0.6 إنش. لازم يتحقق هذول الشرطين. هذول من الجدول by inspection، يعني بالنظر أنا بيتحققوا عندي، بينما الـ area effective need calculation، لازم أنا الـ area effective أحسبها حساب. لغاية الآن حد عنده سؤال أو استفسار؟ طيب رجعنا هون كمان أكدنا على هاي المعلومة اللي حكينا، لما يكون في عندي two lines of bullets زي ما إحنا شايفين
حكينا احنا صار عندنا 2 جيج ديستانس، عندنا قيمتين للجيج، جيج 1 جيج 2، فانا محصور بالمقاطع 8 و7 و5 و6، فهذا حيخفف علي عمليه الاختيار. يعني تخيل لو كان 1 لاين، انا اجباري امر على كل المقاطع هاي، 1 وال1 وربع وال1 3 8، يعني اشيك على كل الانجلز. فهذا اختصر علي انه كان في عندي خطين براغي، ففي عندي جيج ديستانس 1 و 2، بلاحظ انهم فقط ابليكابل على الانجل 8 و7 و6 و5. هاي اختصر علي انه انا محصور باربع مقاطع، او خلينا نحكي باربع عيلات. كمان اختصر علي لما حكى لي ان ايكوال ليج، انه انا ما راح استخدم انجل ال 8 في 8 ولا انجل ال 7 في 7 ولا 6 في 6 ولا 5 في 5، فهيني انا كمان من كل عائلة استثنيت مقطع. لغاية الآن حدا عنده سؤال أو استفسار؟ طبعاً هذا الجدول موجود عندنا، اللي هو كمان هون حكينا بعمل الآتي. طبعاً طيب بدي أعمل أنا هسا جدول سكشن، أحط لاسم المقطع وأحط له area gross وأحط له rx ry rz، وشو كمان بدي أحط له area effective. السكشن الأول إحنا قلنا L 8 في 4 في 7 على 16، كانت المساحة له 5.11، ال rx 2.59، ال ry 1.09، وال rz 0.867. بجي على المقطع الثاني، ال 8 في 4 في نص، area gross إلها 5.80، rx 2.58، ry 1.08 و RZ 0.863. هذا التلخيص اللي سويناه لغاية الآن. هسا شو بدنا نحسب الـ Area Effective؟ الـ Area Effective ايش بتساوي؟ Area Gross ناقص Area Whole. Area Gross ناقص كم خط براغي عندي؟ طبعا في U هون طبعا. هاي حطيتها الـ U. شكرا لك. في عنا الـ U. U area gross. الاريا هول كم عنا خط براغي؟ 2. ديامتر للبولت كم كان؟ 3 ارباع زائد ثمن، وبدي اضربها بالثيكنس، صح ولا لا؟ كم كانت قيمة ال U؟ عندي اربع براغي، فكم ال 2.8؟ فحيكون عنا area gross ناقص، هاي خلنا نحطها 3 ارباع زائد ثمن، بتطلع معي 7 اثمان ضرب 2، حتطلع معي 1.75 في الثيكنس، صح؟ صح هيك صارت صيغة الاريا افكتيف. 80% اليو الاريا جروس، ورتبنا هاي عدد خطوط البراغي، هنا الديامتر للهول، ومضروب بالثيكنس عشان يصير اللهم صل على محمد اريا. فإذا بالحالة الأولى 0.8 area gross عندنا كم؟ 5 و11 ناقص 1.75 كم الثيكنس؟ من التسمية، صح؟ بدي حدا يشيك معي بالأرقام إذا سمحتوا، بلاش نحل إشي. هاي طلعت معي 3.476. نيجي على القيمة الثانية، احنا قديش كان الـ required area effective؟ area required احطها هون 3.54. هل هذا المقطع حقق الـ area effective؟ لا، اقل. انا عند، فعشان هيك انا حكيت لكم خلينا ناخذ المقطع والمقطع اللي ايش
أكبر منه مباشرة، يعني أخذنا الخمسة وحداش ما حقق، فروحت على مقطع الخمسة وثمانية، تمام؟ فبجي هون، معناته من عائلة الثمانية بدي أجرب هذا المقطع، إذا ما زبط معي هذا المقطع الخيار الثالث. حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ طلعت معي 3. تمام، هل هي أكبر من الريكوايرد؟ في داعي أروح على الخيار اللي المقطع اللي مساحته أكبر من عائلة الثمانية لكن مساحته أكبر؟ لا ما في. هسا بروح على مين؟ بختار مقطع ال إيش؟ بعدين بدنا نختار مقطع إيش؟ ال بعدين ال 5. بالآخر عملية التصفية بناء على مين؟ يعني اللي هي المساحة الإجمالية الأقل، صح؟ المساحة الإجمالية الأقل، يعني بدي هسه أختار مقطع مناسب من ال 7، مقطع مناسب من ال 6، ومقطع مناسب من ال 5. نفس الطريقة بدي أشوف، أكتب الأريا جروس، أتأكد إنه حققت الآر بثلاث اتجاهات، يعني الآر مينيمم، يعني كانت عندنا الآر مينيمم هون، آر زد وآر زد أكبر من البوينت 6، فأوكي. جيت للمقطع حققت أريا إفكتيف ما زبطت، بختار المقطع اللي أكبر منه بشوي من عائلة الثمانية. زبط معي، بروح على المقطع الأنجل ال 7 بنفس الطريقة، أريا جروس، آر إكس، آر واي، آر زد، بحسب الأريا إفكتيف. بعدين بشوف هل تحققت ولا لا. نفس الاشي بختار مقطع من ال 6، مقطع من ال 5. ليش حبيت نحطهم جدول؟ عشان اجي اطلع مين المقطع الفائز عندي اللي حتكون المساحة الاجمالية له اقل، يعني اللي هو اخف وزنا، تمام؟ معي يا شباب وصبايا؟ اكيد. لا لا ما بس ما بقدر، لا لازم يتحققوا اقل ار مينيمم، يعني اقل ار بيناتهم، يعني شوفي هنا شو الاصغر وحده كانت ار زد، وهنا اصغر وحده ار زد. هل اصغر وحده فيهم اكبر من او تساوي البوينت 6؟ نعم، وهنا نعم، او يعني تقدر تقارنها، هاي اكبر من البوينت 6، هاي اكبر، هاي اكبر، اوكي، هاي اكبر، هاي اكبر، هاي اكبر، اوكي. لانه انا يعني، او بتقدر انت من التابل في عندك الويت، بس ما في داعي كمان اضيف على حالي هون خانه. وين صار القلم؟ ما في داعي، يعني انا عندي الويت صريح العباره موجود، بس ما في داعي اروح خانه الويت وارجع اقارن، ما هي كلها حتنضرب بجاما ستيل، يعني بدي احولها ل، اذا بدي احولها لويت جاما ستيل ثابته، فالمساحه الاقل الاجماليه الاقل هو الاخف وزنا. بالمثل هسه نفس البروسيجر بروح على ال 7، ونفس البروسيجر بروح على ال 6، ونفس البروسيجر بروح على ال 5. انا الهوم ورك اللي بدي اطلب منكم تطلعوا لي المقاطع لل 7 فقط، يعني تعملوا لي ترايل لعائلة ال 7، ماشي؟ تمام، شكرا لك، يعني جملتني، شكرا. خلينا نكمل المقاطع اللي احنا طلعناها. طلعنا احنا ال 6 في 4 في نص، اريا جروس كانت 4.75، ار اكس كانت قيمتها 1.91 اكبر من 0.6، ار واي 1.14 اكبر من 0.6، وار زد 0.864 اكبر من 0.6، فقيمه الزد تحققت. هسه بدنا نشيك الاريا افكتيف 0.8، اريا جروس 4.75 ناقص 1.75 في الثيكنس اللي هو نص، كم تطلع معنا؟ 0.8 ضرب 4.75 كم؟
3.1. هل تحقق شرط الاريا افكتيف؟ لا. فبروح على لا تحقق، فبروح على ال 5 في 3.5 في 5/8. الاريا جروس كانت له 94، ال Rx 1.65 أكبر من 0.6، ال Ry 0.987 أكبر من 6 بالعشرة، وال Rz 0.746 أكبر من 6 بالعشرة. أوكي، تحقق شرط ال R. هسا بشيك على Area Effective. 0.8 في 4.93 ناقص 1.75 في Thickness اللي هو 5/8. هاي بتطلع معنا 0.8 ضرب 4.93 ناقص 1.75 ضرب 5/8 أعطتني 3.069. هل هي تحقق شرط الأريا إفكتيف؟ لا. فالمقطع الفائز عندنا إيش هو؟ الثمانية في 4 في نص. إذا هذا المقطع اللي بدي استخدمه. طبعا بامكاني كمان اشيك مقطع من ال في 6، وبامكاني اشيك مقطع كمان من ال 5. انتم مطلوب منكم تشوفوا لي مقطع ال 7، تشوفوا لي مقاطع ال 7. فاذا تحقق عندي اللي هو انجل ال لا مو ضروري، مش ضروري. كنت احكي اشي. طيب هذا الصور الاول، هون مفرجينا عملية التشيك. هاي ng يعني not good، انه المقطع not good. وهون مشيك يعني على مقاطع احنا مرينا عليها، ال 6 في 4 في نص، وهون مقطع ال 5 في 3.5 في 5/8، وال 8 في 4 في نص. لاحظوا هو بلش من اصغر مساحه اجماليه وصار يزيد. يعني اصغر مساحه اجماليه كانت عندنا هون 4.75، زادها شوي صارت 4.93. هاي ما زبطت المساحه ال 4.75 ولا مساحه ال 4.93، فاخذ مساحه اكبر بشوي اللي هي كم؟ 5.8، وزبطت معه فاعتمد السكشن. تمام؟ يعني بلش من أصغر سكشن وبلش يزيد المساحة شوي شوي. طبعاً مفرجيني بكل اختيار شو الأريا جروس وشو الأر مينيمم. الأر مينيمم عرفنا أنه أنا بدي أقارنها بثلاث محاور، وكل مرة كان يحسب الأريا إفكتيف ويقارنها بالأريا إفكتيف ريكويرد. This shape satisfies all requirements. هذا المقطع بحقق كل الريكويرمنت اللي هو L8 في 4 في نص.